26 دقيقة. اليوم الرابع 20 من تشرين الأول أكتوبر 2024. الرئيس نيتشيرفان بارزاني يدلي بصوته في انتخابات برلمان كردستان، والصورة تردنا الآن من مدينة أربيل. وكما قلت لكم قبل قليل، يحرص السيد نيتشيرفان بارزاني أن يرافقه أفراد من عائلته لهذه العملية الانتخابية المهمة. ونذكر المشاهدين أن أول من طالب بإجراء انتخابات برلمان كردستان كان الرئيس مسعود بارزاني في آذار 1991 في كويسنجاق أو كويا. الرئيس مسعود بارزاني طالب آنذاك بأن تتغير الشرعية الثورية إلى شرعية قانونية، وأن تترسخ مبادئ دولة القانون في إقليم كردستان، وحث لجان الجبهة الكردستانية في ذلك الوقت في كلمته الشهيرة على مساعدة ومعاونة كل المؤسسات الحكومية لعدم توقف احتياجات المواطنين. إذن مشاهدينا، نيتشيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يدلي الآن بصوته في انتخابات برلمان كردستان، وهذه الصورة تردنا من أربيل بشكل مباشر. وبالتأكيد ننتظر إن كانت هناك تصريحات سيدلي بها الرئيس نيتشيرفان أم لا، ونحن معكم على طول الخط لحين انتهاء عملية التصويت لانتخابات برلمان كردستان للدورة السادسة اليوم 20 من أكتوبر عام 2024. هذا اليوم التاريخي المهم الذي قال عنه الرئيس مسعود بارزاني بأنه لا يشبه البارحة، والغد أيضا لن يشبه اليوم. إذن مشاهدينا، هذه الصورة تردنا لتصويت الرئيس نيتشيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. بالتأكيد تواجد القنوات الإعلامية أمر اعتدنا عليه منذ العملية الانتخابية الأولى. إذن أدلى الرئيس نيتشيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بصوته، وها هو يؤشر إلى الكاميرات معلنا انتهاء عملية التصويت. موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يلتقطون الصور مع الرئيس نيتشيرفان بارزاني. ومن المعروف أن عن الرئيس نيتشيرفان بارزاني أنه تعود على التعامل بلطف مع كل المواطنين من كل الاتجاهات، إن كانت سياسية أو مدنية. وبالتأكيد هذه هي الأخلاق العليا التي تعودنا عليها من سليلي بارزان والذين